السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتابعين شيوات أم العربي. اليوم كما وعدتكم غادي ننزل لكم العجينة ديال الصابلي اللي غنخدموا بها، لي صابلي اللي غادي نوجدوا فيما بعد. عطيتكم الطريقة ديال الكراميل باش غنلصقوا الصابلي، دابا غادي ندوزوا لتحضير الصابلي وفيديو آخر إن شاء الله غادي نديروا طريقة التشكيل. هذا الشيء علاش درتو وفرقت الفيديوهات باش ما يجينيش الفيديو طويل ويجيكم الملل كيف ما تتقولوا دائما. غادي نحتاجوا لهاد الصابلي 4 ديال الزبده. هنا انا استعملت الزبده لذة وممكن تبدلوها بنوع اخر سميتو ماماتي، حتى هو تيجي في الصابلي زوين. غادي نحتاجوا ايضا كاس عنبه ديال زيت المائده، كاس عنبه ديال الكوك اللي حمرته في المقله هكا يكون رقيق شويه. غنحتاجوا 2 كيسان عنبه ديال السكر كلاصي. غادي نحتاجو معاه ايضا 2 بيضات. غنحتاجو، واللي مهم والسر ديال هاد الصابلي باش تيجي لذيذ بحال ديال الباتيسري، لان هاد الصابلي انا واخداه من عند واحد الصديقه اللي كتخدم الحلويات للناس، يعني تدير لي كوموند للناس وفعلا ما شاء الله عليها وتبارك الله عليها. مع هاد المكونات غادي نضيفو معلقه صغيره ديال روح الناطه. هاد روح الناطه هي اللي تجي تخلي المذاق ديال الصابلي يجي فيه اللذه بحال ديال الباتيسري المخبزات. غادي نحتاجو كيس ديال السكر فاني وكيس ديال خميره الحلوه 7 غرام 7 غرام، والدقيق حسب الخليط. هاد روح الناطه غتسولوني عليها فين متواجده، متوفره عند كل اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، اللي كيبيعوا لي زاغوم، يعني الروح ها هي كنديروا منها غير معلقه تتعطي المذاق واعر بزاف للصابلي. الطريقه غادي ناخذ انا الخلاط ديالي وغندير فيه الزبده. غندير الزبده رابع، بغيتو اللي غيقولوا لي واش ممكن نديرو زبده العبار، اه ممكن نديرو زبده العبار ديال سونتراليتيير. غادي نضيفوا ليها 2 كيسان عنبه ديال السكر كلاصي، وغادي نضيفوا معاهم هاد الكيس ديال السكر فاني. هلاكم كتشوفوا هنا، غادي نديرهم في الخلاط. انا غندير الخلاط، نتوما ممكن ديروا غير القصريه، انا غير تفاديا للوقت مني كنكون مزروبه كنستعملو. غندير الخلاط ولا العجان وغادي نبدا نخدم فيها. غادي نديرهم يتمزجوا حتى نحصلوا على بوماد، وعاد غادي نتلاقاو باش نكملوا تتمه المقادير. ملي كنخلطوا ديك الزبده مع المكونات كيف ما شفتوا الطريقه في الخلاط، هذا هو هكا كتولي يعني تخدم مزيان. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. نضيفوا الدقيق ولكن ما غاديش نخدموها بزاف، يعني غير تجمع ليا الدقيق، نحاولوا ما ندلكوهاش، غير تجمع الدقيق صافي ونزولوه. عجينة الصابلي ديالنا هي هذه، من جمعتها انتو كي كتجي رطبة، هذا هو العجين. غادي ندخلها للثلاجة وغنخليها ترتاح على الاقل واحد 2 سوايع. انا غادي نخليها تبات ليلة كاملة باش تجيني مزيانة تعاونني في الطليق، وعاد مني يطيب لنا الصابلي ديالنا ما تيجيش مكمش وما كي ديفورماش، يعني ما تيتخسر ليش الشكل ديالو. انا غادي نديرها في بلاستيكة كيف كتشوفوا، وغادي ندخلها للثلاجة ونتلاقاو باذن الله في التشكيل ديال الصابلي ان شاء الله فيديو اخر.